طيب إذن إحنا لحد هون كنا نحاول نعرف شو هو الكوست فانكشن، وهلأ بدنا نتعامل مع الكوست فانكشن، نعطيه لألغوريثم اللي الألغوريثم يصير يدور على هذول البراميترز اللي هم ثيتا زيرو وثيتا واحد وثيتا اثنين وثيتا ثلاث وإلى آخره، يدور عليهم بحيث إنه باستخدام الكوست فانكشن اللي ينقص. في ناس مرة سألني سؤال بقول لي this is a parameter search. Oh yes, parameter search. So أنا هلا إيش بدي أسوي؟ عندي ثيتا زيرو وثيتا واحد وثيتا اثنين وثيتا ثلاث وإلى آخره، وأنا بدي أدور بدي أعطيه هذول الألغوريثم اللي هو الكالي علاقتهم في بعض تكون أقل ما يمكن أو نسبة الإيرور فيهن أقل ما يمكن. بقدرش أوصل 100% أعرف شو، بقدرش. يعني هاي أنا تخيلوا إنه أنا عندي 3 دايمنشن حتى بس ثيتا زيرو ثيتا واحد مع اللي هو الفانكشن تبعها. تخيل لو أنا عندك يعني 3 دايمنشن، لو عندك هاي الشكل اللي قدامك، انت بدك تلقى اقل منطقة. كيف بدك تلقاها؟ كيف بدك تعطيها لبرنامج يلقى اقل منطقة؟ كيف؟ بقدرش. هلا شو بتساوي؟ في الجوريثم اسمه gradient descent. مثلا بلش من هون، افترض من هاي المنطقة، هلا هو بده يوصل لاقل منطقة، بس وين؟ كيف يعني كيف ممكن يوصل لأقل منطقة؟ يعني وين أول شيء؟ وين أقل منطقة؟ اللي هي هون على فكرة، مزبوط؟ أقل منطقة اللي هي هاي. بس شو بيعرفه هو؟ بيعرفش. بصير يحاول. طب كيف يحاول؟ بأي طريقة يحاول. طيب تعالوا كله غير قيمه، غير قيمتك انت هون للالجوريثم، غير قيمي، واذا الكيت الوضع احسن خليك عليها وغير اخرى مره. يعني هو هون غير لك حاله وين يعني الوضع اللي صار فيه هون احسن، نقص. طيب ممتاز، ثبت حالك هون ورد غير. ممكن غير هون، رد غير هون، لا خلي معناته ارجع النقطة اللي كنت فيها. طيب غير كمان مرة، ممكن لك حاله هون. طبعا هو لازم يجي هون، هو بالحظ لو إننا بنعلم بالغيب، فهو شو سوى؟ صار هون. طيب رد غير، شو صار هون؟ رد غير. كل ما الكيت، طبعا إذا الكيت قيمي أسوأ ارجع اللي انت فيها، بس غير بطريقة نسميها عشوائية إنجاز التعبير. هلا بفسر لكم أكثر بعدين. فبلك حال وين أجا؟ أجا هون. هلا سؤال، قدر يجي هون؟ لا ما جاش. شو بده يجيبه؟ طيب مدام ما جاش هون، مملكي هون، بس هون أفضل منه. يعني إحنا باختصار حسننا وضعنا، إحنا هيك حسننا على وضعنا. يعني كنا بحالي هون وصرنا هون أحسن بعد بجوز 6 أو 10 محاولات. طيب بس أنا كيف بدي أجيب هون؟ مستحيل أقدر أكل وين المنطقة. لو بعرف وين كان أنا رحت عليها. طيب إذا الألغوريثم شو بيساوي؟ عنده قيمة ثيتا زيرو ثيتا واحد، بلش فيهم. يعني start with initial values ثيتا زيرو ثيتا واحد، مش مهم شو، keep changing them to reduce ايش j اللي هي هاي، to reduce j يعني ينزل يعني اقل قيمة. hopefully after 1000 time iterations، يعني بعد نفترض
عدد ألف من المحاولات، ألف هاي كلمة يعني رقم ارتباطي، أو عدد من المحاولات، أو بعد مثلاً ممكن أعطيه زمن، ممكن أقول له مش مشكلة يظلك حسن بحالك لمدة ثانية، إذا ما لقيتش بعد الثاني وقت خلص، وين أنت أعطيني وين أنت اللي أنت واصل له. فممكن يكون حسن حاله أو ظل مطرحه، أو بعطيه 2000 مرة أو 5000 مرة أو 100 أو 1,000,000 مرة أو 2,000,000 مرة، مش مهم، ظلك حسن. طيب إذا بلش بهون وبعدين غير القيمة، هاي هو الكوست فانكشن، هاي الكوست فانكشن. تسألوني شوين وشرحناه بالجزء السابق بالمحاضرة، أعطينا المعادلة تبعته ماشي. طب شو من هذول اللي ضربتوا فيهم؟ اللي بيعرفوا رياضيات بكل أو هاي دلتا، هاي learning rate، يعني الريت، يعني أنا لما بدي أغير أكله هون أنت هون، غير حال غير موقعك كديش أكفز، أكفز هون ولا بقدر أكفز كفز طول هالكد، أو بعطيه learning rate، هذا variable يعني إحنا ما نتحكم فيه. وهاي اللي هي partial derivation للcost function. فأنا باختصار بهذول المتغيرات كنت أعدل حالك. طيب انتبهوا، هذا algorithm يعني repeat until convergence. convergence يعني إنك توك، يعني إنك ظلك عيد حتى إيش، حتى أنا بقول لك حتى مثلا 1,000 مرة أو بعد ثانية. فأنا كاين له مثلا للبرنامج انه معاك يا زمن معين يا عدد محاولات، فبيظل يعيد بيظل يعيد تا يحسن وضعه، وهذا هو اللي بنقدر عليه. ما بنقدر نحصل على افضل وضع، مستحيل. ما هذا بسموه، هذا النوع من الالجوريثمز بسموه اللوكال سيرش الجوريثم، اللي هم بيعمل اوبتمايزيشن بس ما بلك الايديا، فهو بيعمل اوبتمايزيشن لحاله. ممتاز. اذا اذا هو ايش تعرفين فكره، ممكن يجي هون، ممكن يظل ماشي ووقف هون، ممكن يمشي ووقف هون، نعرف شوين بوقف. بس دكتور ممكن الستارت فاليو تبعت الثيتا 0 ثيتا 1 تاثر على وين ينتهي؟ يعني ممكن لو انا سويتها بازود من الستارت فاليو انه مثلا ينتهي في كل مره في محل. طبعا انت ممكن تبلش من هون، ممكن تبلش من هون، ممكن اول وحده انت بتقصد صح؟ اذا صح اول وحده طبعا، بس انت شو عارف منين تبلش؟ ترش بس اصلا ما بتعرف منين تبلش، بس قصدي هي راندوملي، لو مثلا كل 1000 iteration انت بلشت في فاليو راح تطلع النتائج برضو مختلفه، ممكن منها تعرف اني البس. طبعا نفس الشيء، ممكن تبلش تقدرش تحدد منين تبلش، ما بتقدر ما بتعرف، بس انه مثلا بلشت من نقطه اكس، اذا بلشت من هون بجوز فعلا يلقى حاله هون صار، بس اذا بلشت مثلا من هون ما بجوز تضل المنطقه هاي، بتعرف منين بتبلش. زي واحد بتدبه في الصحراء وبتقول له روح، يعني بدور ضمن المنطقه اللي هو فيها، بعرفش انه ورا الجبل هذا انه حيلك جبال اعلى ولا حيبقى مناطق اوطى، ما بيقدر يعرف. فهذا هو الالجوريثم. طيب هلا في كمان شغله، الليرنينج ريت. الليرنينج ريت خطير. شو يعني خطير؟ اذا قلت له بدي اورجيكم هلا مشكله الليرنينج ريت، اذا الليرنينج ريت صغير كثير تخيلوا شو بصير. هاي وبلش ينزل بلش ينزل بلش ينزل، بتضول كل ما يعني كنت تفترض انه انت بدك توقف بعد 1,000,000 محاوله، بس اذا الليرنينج كثير صغير بتحركش كثير بالمليون تايلك تايوقف. طيب الليرنينج ريت اذا كل ما كان صغير كل ما كان ابطا بكثير، بده وقت اطول تايلك الحاله الاحسن. طب اذا كبرته شوي شو المشكله؟ تخيل حالك انت هون كبرته عمليا، وين راح؟ اجا هون، كفز عن المنطقه الخاطئه،
طب اذا هون على فكره هلا اذا بتغير الليرنينج ريت طلع طلع صار يطلع صار يسوق الوضع شايف صار الوضع يسوق فانا يعني يو مي يعني ممكن انك انت تروح على الجلوبال مينيمم اللي هي اللي طبعا الوضع الايديال وممكن انك تروح على اللي بنسميها اللوكال مينيمم اللي هي مثلا فهاي طبيعه هاي الالجوريثم اللي اسمه جريديانت ديس هاي بسموها سمبليفايد فيرجن اوف ذا لينير ريجريشن كوست فانكشن يعني اللي هي انت بتعطيه ثيتا زيرو ناقص اللي هو الكوست فانكشن هاي اذا اخذنا لحد اليوم اخذنا الجوريثم اسمه جريديانت ديسنت الجوريثم اللي هذا مشهور كثير ومستعمل كثير وعلى فكره شغال عشان تكونوا بالصوره يعني وشغال ممتاز اللي لحاله بالكاب قيم ثيتا احسن وضع طبعا يعني يعني انت بالنسبه لك لما تيجي تبرمج هذول ال 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 البارامترز تاعت الجريديانت ديسنت هم عباره عن بارامتر للي بدك لللينير ريجريشن يعني فانت بتحدد له وهو بالكالك ثيتاز وبتاعت المعادله وخلصنا هلا طبعا يعني معنى اخر احنا بنرمي هالمسؤوليه تلك الثيتاز على مين على الجريديانت ديسنت الجوريثم هلا بدنا نشوف هذا احنا في عالم الاي تي في عالم الكمبيوتر ساينس هذا المستعمل تعالوا نحصى زمان عملوا عملوا شيء ثاني بنسميه نورمال ايكويشن اللي فيش فيه وين يلقى بحسبها حساب so we will try to use a linear algebra to numerically minimize يعني بطريقه حسابيه minimize theta without يعني ولذلك ما احنا مش بحاجه الى gradient descent algorithm طبعا اذا استخدمنا المعادلات تبعت الاحصاء هاي بتشتغل على داتا صغيره يعني داتا صغيره يعني شغل تحطه على اللابتوب تبعي يشتغل بيشتغل ممتاز وسريع كمان بس لما انا عندي داتا كثير كبيره سلامتك بطل اللينير كويجنز تشتغل الا اذا عندك تي بي يوز ولا جي بي يوز شيء كثير 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 كبير وميموريز كثير كبيره اما اذا بدك الجوريثم عادي الجوريثم اللي يدور عليها بدك تستخدم الجريديانت ديسنت الجوريثم وهذا هو